بكم أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة، برنامج صباح أهنا. صباحنا لهذا اليوم من منطقة بغدادية تراثية عراقية. أبناء هذه المنطقة يمتازون بشيء مهم، يملكون التاريخ والتراث، لكن لهم لا يملكون الخدمات. في سنة 2019 بلدية الغدير والبلديات الأخرى تتحدث عن إنجازات عظيمة، لكن المواطن العراقي هذا وضعه. كيف تتحدثون عن إنجازات تابعة لأمانة بغداد، واليوم المواطن العراقي يبحث عن من ينقذ أبناءه وينقذ شارعه من مخاطر هذه المياه الآسنة؟ في تل محمد أبناء هذه المدينة يطالبون الجهات المعنية من كهرباء وخدمات، لكن الردود دائما هي أنه موازنات وصرف موازنات وأموال ماكو، رغم مجلس النواب أعلن عن قيمة الموازنة لسنة 2019 وقورنت بموازنات 2012 اللي هي انفجارية، فكيف بحال العراقيين الفقراء؟ تنفجر عليهم مخلفات الشوارع، وفي مجلس النواب تنفجر عليهم أموال خيالية. نبدي حلقتنا لهذا اليوم حتى نشوف أهل تل محمد شنو وضعهم. الله يساعدك عمي. هلا. شلونك يا الله يسلمك. هاي شنو وضع منطقتكم؟ عمي منطقة ما حد إلا لازم بيها، ولا حد يجي عليها، ولا حد يسمعهم، حكومة ماكو. ليش؟ لا تقلي وأقول لك. هو هاي الحكومة هذه، هاي بغداد عاصمة، لك والله ما يقبل. عمره 96 سنة. صح وعافية. هنا موجود وشايف ملوك، شايف فرنسا، وشايف لندن، وشايف كذا، بدين الشباب. هاي ما يقعد، ما يقبلها، باعوا عايش لي، ها باع واحد، باع. طلع هاي وياها، طلع. باع واحد. صورنا هالمرة، الناس تتطور واحنا نقدر نرجع. واحنا نرجع لي ورا، ما يصير عمي. لك وين الفلوس؟ تحت مال الفلوس مال العراق وينها؟ صعبة. وينها؟ هذا عراقنا تاريخه. وين هذا تاريخ العراق؟ تعال تمنوت مني. تمني تعال تمنوت مني. الله يساعدك. هذا هيك. هاي أمه شنو هاي وضعكم؟ شنو هالطيانة؟ والله يا ابني حاكي الدولة، مو تحاكينا احنا، احنا ناس فقراء على قد حالنا. بس قول للدولة خلي تسوي لنا شارع، مو يعيبون على صدام، خلي يصيرون أحسن من صدام. هي شريتها هاي أمنا. هاي والله ما أعرف، حاكي الدولة، حاكي البرلمان. قل ليش هيك تشفصون بالمايات؟ شنو ذنبنا؟ هاي الطفال الصبح طابس بالمايات وتروح للامتحانات، ليش؟ ليش مو دولة وعليه مش كبرها وشيعة وشيعة؟ مو كانت بيد السنة والله أهون وأحسن، مو هيك يسوون بينا. هي هاي الدولة؟ هاي دولتنا؟ واحد ياكل الأخ؟ هاي ليش هاي هاي؟ شنو شباب؟ شنو شبابنا طابس بالمايات؟ ليش؟ يرضون نسوانهم السنة؟ إي يرضون، لا ياخذون لهدات ويعطون النسوان مال حمرة ومكياج وتجميل يسوون، مو هسه احنا ما نريد تجميل. اي هسه احنا ما نريد تجميل، خلي يسوي لنا شارع لهالمي هذا، خلي يسوي لنا شارع للكهرباء. هسه ولد النتل ومات ليش؟ هسه حتى النجده ما شالته. والله حتى النجده ما شالته، والله بالسوق بالماي كلب بالوير وكمشه، ليش؟ عاد ثاني مثال كرم تاكسي من الشارع ابو الكي اخذه، قاموا يتنخون به الشباب من ورا المطر. من ورا المطر، ليش؟ لعد ما سيقبلون جهالهم، يقبلون نسوانهم هيك يقبلون. الله يسعدك. والله يسمعون المسؤولين، خلي يشوفوا حال يسمعون ذول الفقراء. شنو حجنا وضعك؟ يعني بالنسبه هذيك مسدوده، العفو، ذيك مسدوده دائما تنسد ويصير بها سيان ويصير رمل، ما حد يجي عليها، ما حد يجي عليها حتى يعني ينظفها. يا اما بالشافطه اي، وهاي يسموه صاروخي، وماكو ما حد يجي. اي ما حد يجي. زين ادري تخابرهم تقول لهم تعالوا، هم يدرون غيدرون، مرات يجون هنا ويروحون، غير يفتحون هاي السنة مرة لا يجوا هنا فتحوا ولا هناك، مليانة متروسة والله. اي والله كل مرة. أقل مطرة هنا، هاي طول، خلف الله على هذا الزلمة، ها؟ رجال هذا الخير 24 ساعة يشتغل بيده، يعني الشارع هذا 24 ساعة فايض، أول شيء حفر. مطبات يعني ماكم دار على هاي المنطقة، هاي المنطقة مهمولة رسميا، يعني لا تقول لك دولة. حالك من حال انت بغداد، حالك من يعني حال ماكن زيونة، يعني فد شيء تعبان فد نوب، يعني انقطع واير. ابسط شيء احنا نروح الكهرباء خلف الله عليهم، يعني الناس يجون استعمال الكهرباء، بس يعني بالنسبة بنى تحتية يعني التبليط، يعني شوارع تل محمد تعبانة فد نوب، يعني انت شلون المعامل هناك اطراف بغداد؟ تقول معامل نفسها تعبانه فدنا. هاي كل هاي السنين يعني والتاريخ، يعني منها صدام، يعني من السقوط لحد اليوم، اتحدى واحد يقول بلاطه شارع تل محمد.
مقصوده يعني ما عمي الجهات المعنيه هنا الخدميه وين شغلهم؟ مقصوده جوي بلطه ومن هنا 5 امتار انا شفتهم كنت قالوا انجزنا تم تبليط تم تبليط 3 شوارع في تل محمد رئيسيه وهي من بيتي هاي زقاق 4 زقاق زين ماكو لا خدمات اني هاي 5 واحد ينتل بالمنطقه قبل 4 ايام انا زوجتي نتلت وماتت بالكهرباء زين هاي بعدها ما صار هذاك اليوم لا تبليط اكو لا كهرباء اكو احنا منطقتنا تدري شو يعتبروها كانت كهرباء ما ينطونه يعتبروها منطقه مسيح وبعثيه وسنه هيك تقريبا يقولون تل محمد منطقة بعثية وسنة ومسيح لهذا السبب لا يعطونا خدمات لا يعطونا كل شيء زين لا كهرباء بيها خير لا دنيا بيها خير اتراجع قوة يجوك زين والحد هسه أنا الأول قبل 4 أيام زوجتي توفت بالكهرباء ماتت ليش الله يقبلها زين من يتحمل اليوم وفاة زوجتك يتحملها من يتحمل ما تقول يا مسؤول يا مسؤول من اللي يحكي من اللي ينفذ لك من اللي توفت بالشارع الله يرحمه تيوله هنا تيوله كلها تيوله كلها تنتل كلها كهرباء ما حد يجي ما حد يحكي انا لله وانا اليه راجعون نريد نعرف هسه اليوم هذه الحاله حجيه زوجة هذا الرجل توفت بسبب الامطار وبسبب هاي المياه الآسنة زين هاي من يتحمل مسؤوليتها على من يقيم دعوه هذا الرجل هسه على البلديه على الكهرباء منو يقيم دعوة عليه؟ ليش اليوم بدنا نستخف وبدنا نتهاون بأرواح الناس؟ ليش اليوم عندنا سهل إنه يرحون 5 بهاي الفترة الأخيرة المحمد دافعة 5 من 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 شبابها ومن نسائها بسبب الأمطار؟ صباح الخير صباح الخير استاذ حبيبي صح حبيبي احمد شلون الصحه احنا نريد نبدا بشكل تدريجي طبعا بمنطقه تل محمد اول شيء هي منطقه اثريه بها تل حرمل طبعا ما اعتقد ماكو شخص ما يعرف شنو تل حرمل قيمتها الاثريه من عندها طلع مسله حمورابي قانون ايشنونه وايضا هاي المنطقه كان يجيها سياح احنا نقول بزمن النظام السابق لكن الان ما اعرف السياحه انتهت عندنا بالعراق والحمد لله ما حد يلتفت لهذا الجانب اريد اركز على نقطه مهمه انت تعرفني انا اعلامي والناس ينقل صوت الفقراء دائما في بالضبط مثل ما انتم ايضا تنقلون صوت الناس ووجهنا لكم دعوه ومشكورين انتم لبيتوا هذه الدعوه لكن المدير عام نفسه مدير عام بلديه الغدير استاذ محمد وهو يعرفني بشكل شخصي ويعرف كل إعلامي عنده برامج ميدانية دائما يتصلون بي أكثر من مرة قلت إله وقلت للسيد المعاون معاون المدير عام منطقتنا تعبانة منطقتنا بحاجة إلى تبليط منطقتنا بحاجة إلى خدمات وآخرها قبل فترة أحد الأشخاص ما أريد أذكر وأحكي بالأسماء خاب بعدين يتعاملون بأمور أخرى لكن إحنا رح ننتقد العمل ما ننتقد العلاقة الشخصية إذا الإنسان فاشل بعمله لازم نحكي وياه بصريح العبارة إحنا ما لنا إذا كنت أنت صديقي وفاشل بشغلك لا أقول لك أنت فاشل بشغلك ما بيها شيء عسى وأن تكون خاطبت مدير بلدية بالضبط تكون لك صح والضمير خاطبنا مدير بلدية وخاطبنا جهات المعنية يقول لي أبا ماكو تخصيصات المنطقة تل محمد أريد أعرف مثلا زيونة تختلف عنه لو الغدير تختلف عنه الالف دار ما لها شغله على بلديه بغداد جديده احنا نحكي ضمن الرقعه الجغرافيه ليش ما لها تخصيصات تل محمد قبل كانوا يسمون المنطقه بعثيه لان هاي المنظمه الحزبيه وراك اي هسه وين المنطقه تكون منظمه حزبيه ما اعرف يعني شو حتى الامريكان سموها الدجاجه البيضاء اذا كانت اكو لجنه معنيه بالخدمات فعلا بمجلس النواب ويشتغلون بضمير ويشتغلون من كل قلبهم للوطن لازم يدزون استفسار للسيدة أمينة بغداد ذكرى علوش وذكرى علوش تقوم بإقالة محمد مدير عام بلدية الغدير على الفشل المستشري في منطقة تل محمد من مجاري من خدمات من تبليط أنا أتمنى من السيدة أمينة بغداد إذا كانت هي فعلا على قدر المسؤولية أن تزور المنطقة وتشوف المنطقة شقد تعبانة وكأنما إحنا في مناطق نائية وكأنما إحنا في قرى وأرياف يعني مو خزي مو عار عليكم أنتوا تأخذون هاي المليارات وهاي المناطق تعبانة يعني زين انتوا شقلتوا لربكم باكر عقبه احنا فقط المناطق اللي بيها مسؤولين واللي بيها ناس تطالب بها تروحون تقدمون لها خدمات زين باكر عقبه انتوا ما تفكرون الطفل اللي يروح لهاي المدرسه والمره اللي تروح لهذا المستوصف ايش قد ناس البارحه اكو طفل سقط بمي الامطار وهو رايح للامتحان
وملابسه كلها صارت مي. زين هذا الطفل باكر عقبه راح ينظر يقول لك انا بلدي ايش قدم لي اذا اروح للامتحان واوقع بالمي. نفسها بلديه الغدير اللي هي ما تقدم خدمات خصوصا هاي المنطقه نتيجه الفشل الاداري بها من السيد مدير عام وانت نازل، واحنا بلغناهم قلنا لهم حتى راح نسوي تظاهره باسم المنطقه، وانا شخصيا خابرت احد الاشخاص المعنيين والقريبين من المدير عام قال لي لا ثاني يوم راح ادز لكم ابو المجلس البلدي وهذا المختار المنطقه شاهد عليها. صح كلامي لو غلط حسن اليوم؟ لكن للاسف ما حد اجى يعرفوني. يجون انت عندك مثلا بايع بيت او عندك محل يعرفون راسا غرامه 8 ملايين هاي يركضوا لها ويجيبوها للمواطن للبيت، لكن الخدمات ما حد يجي يدق بابك وين الولد وين. هسه انا راح اخابر حتى ليش تقول الناس تبلغ هذا ايش مكتوب؟ ايش مكتوب محمد عام مدير عام بلديه غدير؟ خلي يشوف المشاهد ايش مكتوب محمد، وهذا رقمه. انا قدام الملايين راح احط اتصال للمدير العام ونفتح مايك. اذا محمد مدير عام فاتح رقمه شو تريدون اني اخسر لكم؟ هذا رقم مدير عام، هذا رقم مدير عام البلديه. هاي المكالمات النصب لحد الان مو بس اني، كل الناس اللي تتصل عليه مدير عام غالق رقمه. زين هاي المفروض من السيد عادل عبد المهدي اللي كلها تقول السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قريب من المواطنين، ليش؟ لان بدا يريح المواطن، يفتح شوارع، يرفع صبات كونكريتيه، العقبات اللي كانت توجه ايضا امام وسائل الاعلام بدا يزيل هذه العقبات. مو بس هاي استاذ حسن اليوم، يعني السيد رئيس الوزراء المفروض اليوم يتدخل. اذا مدير عام يغلق تليفونه امام مناشدات المواطنين، لا والله انا قيل عن منصبه. ليش؟ لان هذا ما يريد احد يزعجه حتى يقول له تعال قدم لي خدمات. اليوم الـ 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 يعني السؤال الموجه الى مدير عام بلديه الغدير، زينه انت تدري او ما تدري هي حديثه الولاده بالنسبه لتل محمد؟ عندك علم هي الاصل تل محمد؟ عندك علم هم لبه القاطع مالتك وبلديتك هو هاي المنطقه الشعبيه بناسها المحترمه باهلها، غير المفروض تعتني بالاصل؟ انت زيونه هي شبيها شبيه شارع الربيعي مثلا، شبيها المناطق هاي زيونه. انت اليوم اعتني بالمناطق التعبانه هاي، اليوم احنا بسنه 2019 صارها كذا امطار، منطقه اثريه يا اخي. هسه اذا انت تحفر جوا هاي البيوت تلقى اثار، يعني من اللي ما يعرف منطقه تل محمد مذكوره بالتاريخ، التاريخ يمكن ما الثاني متوسط او الثالث متوسط. انا اريد اترك الكلام الاكثر بصراحه لاهل المنطقه، كل واحد بجعبته كثير من الكلام. انت اليوم خاطبت حكيت وتواجهت؟ والله خاطبنا كل ما نخطب بالكهرباء يقول عندكم حسحسن نحفر. شو يقول؟ والله عندكم حسحسن مال الكهرباء نحفر. اي مال الكهرباء. زين شنو يريد؟ يقول خلوها هسه من نكمل لكم مال الكهرباء حضريات نسوي لكم عوده تبليط. زين احنا صرنا حكي صرنا ست شهور كل شيء ماكو. سويتم الخصخصه؟ كل شيء لا سوينا ولا ولا وصلونا ولا قالوا لنا كل شيء ماكو. ما وصلونا، استقينا من العاصمه بالغدير قالوا ان شاء الله راح نجيكم عن قريب ونبلطكم اياها، وما اجوي. نخابر ثاني يوم التليفون قفلونه، ثالث يوم التليفون قفلونه، نروح لهم نروح لهم ما موجودين. هذول اهل المجاري من 9:30 لحد الان خابر عليهم الصبح. هاي مجاري؟ اي هسه بيا الساعه. هاي كم مكالمات؟ هاي كلها مكالمات؟ هاي كلها مكالمات لحد الان. خابره هسه جاي وفد شويه خابره. زين ما يقول لك هسه جاي او ربع ساعه جاي. زين خلينا نحكي وياه خلينا نشوف هذا شنو. هذا يعني ابو سياره مجاري؟ اي سيارات. اي سيارات مجاري. وين المي شويه؟ ها هسه افتح مايك. شو يقول لكم؟ بالله احكي وياه. شو يقول ربع ساعة 10 دقائق وجاية ربع ساعة 10 من 9:30 الصبح لحد الآن. أنا البحر خبرتي. السلام عليكم جبار. أستاذ جبار شلونك؟ أستاذ جبار شلونك؟ شلونك أمر الله؟ وياك أحمد الحاج من قناة الفلوجة، احنا حاليا في برنامج على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ جبار. قاعد يتصلون بك الإخوان بمنطقة تل محمد من الصبح ودي يطالبونك أنه تجون تفتحون المجاري، لكن لهذه اللحظة أنا متواجد بالمنطقة ودا نصور وماكو أي تواجد لكم. إيش عجب ما جتكم الشافطة؟ يعني أستاذ إذا تجي الشافطة حضرتك تدري لو ما تدري؟ ها؟ أنت من تجي الشافطة تدري أنت لو ما تدري؟ وأنا كلفت غير اليوم ما راحوا عليكم. يعني غير إحنا هسه متواجدين وهاي الناس تطب المجاري هي تنظف فيديها؟ ماكو أي ماكو أي شافطة. ليش قاعد؟ مو قالوا حخابر حمزه صاحب الولد. استاذ العزيز يخابروكم، انتم ما قاعد تستجيبون لهم، ماكو استجابه منكم. ماكو توجه للدكان. استاذ مو احنا في الشارع العام، يم مدير عام قاعد. مدير عام يمك؟ اي راح مدير عام، هاي البناء الامائر الشارع العام فاير. اه
شارع العام والناس اللي بين المناطق استاذ العزيز، الناس اللي بين المناطق شنو وضعها؟ تعال شوف الناس البارحه ميت واحد هنا طفل من ورا من ورا الفيضانات. كهرباء ماتت مره. اي بس مخلص احنا راح نديهم واحد نشي. يعني ان شاء الله تجي لو يموتون اليوم احد كم واحد يموت؟ ليش موت العالم بيت صعب. استاذ العزيز احنا متواجدين وراح نتواصل ويا الناس، يعني نرجو انه تستجيبون لمشاكل الناس. ليش ما جاكم الشغل؟ يعني شو والله هاي ما اعرف هاي ليش ما اجى، هاي بعد نسولف ويا من نسولف، اذا انت ما تدري ليش ما اجى انا ادري. وانا كلفتهم وكلفت العمال والولد قال راح اخابرهم. وقلت له بس اخلص شغله جي. والله هاي لو بدوله غير، لو بدوله يعني القانون بها قوي، والله العظيم اللي دزيتهم يتعاقبون ينذبون سجن، لانه انا اليوم شنو ذنب بالعالم يغرقون ويموتون والاستاذ اللي بالخدمات ما يجي للعالم، شنو ذنب العالم؟ ما عندهم ذنب بالعالم. هاي عيني استاذ جبار يا حمزه قل له وياك. هاي انت بالمجاري استاذ؟ زين ليش ما وصلين عالم هنا؟ الصبح حجيت الصاروخ يا جبار. انا اشكرك اخ جبار. جبار الصبح جبته انا بيدي، جبار جبته بيدي الصبح، لقينا الخط الرئيسي مسدود. والحل ضربنا الخط الرئيسي، بس هاي المنطقه ما تزيد تتاخر، يعني جوز هاي هسه ضربنا الخط الرئيسي يعني ثاني يوم لو تنزل لو لا باوع الشيش ما تزيد باوع يضربها بشيش. انا شفتك جايب هذا الشيش. ايه الاليات وينهن؟ والله هاي المنطقه المشي از اشياء خلي يصورون. والله هاي از اشياء المشي يدرون هم خاص انت عامل لا وياهم اجر يوم بلديه. هاي از اشياء هاي المنطقه از اشياء المشي. والله ما اعرف شو اعلق، والله ما اعرف. هاي انجازاتكم يا امانه بغداد سنه 2019 تشتغلون بالشياش. يعني واحد يضحك يبكي على هذا الفشل اللي عندكم سنه 2019 عام النظافه يشتغل بالشياش. عم انت مالك دخل، الله يكون بعونك، بس المسؤولين المعنيين بدوائر بلديه تشتغلون بالشياش؟ صدق تحكون كذب؟ هاي علي من تضحكون على العالم انتم بهاي سوالفكم؟ والله ما ادري شيخنا الله يساعدك. ترى هاي مع احترامي لكم مهزله دا يصير بمناطقكم. الله يحفظك. شنو هاي الناس هنا ميته من ورا المايات هاي؟ والاخ ابو المجاري يقول لي دزيت لي واحد دزيت لي اثنين وما يجون. استاذ احمد انتم طلعتوا على اراء الناس وطلعتوا بشكل ميداني على الحاله الماساويه اللي يعيشها الطفل والمراه والرجل الكبير، يعني وانتم موجودين الان قدامكم سقطت مرأة وأطفال اثنين وقعوا ورجل كبير شناه وعبرناه ذيك الصفحة بشكل عام. بشكل عام يعني، وهاي حددوها يمكن قسم من الأخوان، أي خدمات لهاي المنطقة بشكل عام ملموسة وواضحة ماكو. الآن لو تلاحظ هاي المنطقة تحيط بها مناطق، سواء كانت على بلدية الغديرة أو بلدية بغداد الجديدة. بلدية الغدير الآن تحيط بها من منطقة الغدير وزيونة، ومنها منطقة الألف دار اللي هي بالقدم تساوي تل محمد. كل المناطق شملتها الخدمات، تبليط وأرصفة وإدامة المجاري، تسليك الأنابيب المجاري بشكل عام، إلا هاي المنطقة. هسه السر مدى نعرفه ليش الحقيقة، يعني مو العراق مو البلد هذا السر اللي موجود هنا. تفضل هسه احنا السيارات بشكل عام يعني لازم انت منا تشوف منطقة ميتة. احنا ان شاء الله من خلالكم ومن خلال هذا البرنامج، من خلال حماس شبابكم اللي دفعت بينا شيء قوي، انه هذا البلد به ناس ان شاء الله شباب يقدرون ان يقدمون الخير للناس. نتمنى والناشد السيدة الأستاذة أمينة بغداد ذكرى علوش والإخوان المسؤولين في أمانة بغداد التفاتة بسيطة، يعني هذا الشارع اللي يشوفه هو شارع حيوي للمنطقة، كل المنطقة على هذا الشارع، لأنه شارع رابط بين مدارس ابتدائية، مستوصف وراق، شارع عام، مع كل الأمور وكل المبررات اللي ذكروها الإخوان. دائما يكون أمننا بالله سبحانه وتعالى وبالخيرين أن يلتفتون إلى هاي المنطقة، وهذا اللي إحنا نقدر نقوله. بقت تقصير أو مو تقصير من الجهات ذات العلاقة، فأكو قانون وأكو ضوابط وأكو متابعة وأكو عقوبات وأكو الناجح يكافئ وأكو ضمير وأكو متابعة. نتمنى أن تفعل هذه الأمور من خلال الناس المسؤولين في أمانة بغداد. أنا الشغلة اللي شفتها اللي انتبهت عليها أكو قسم نظافة بالركن. قسم نظافة إيه براس شارع مالنا. إيه. يعني هذا قسم نظافة يم المي يم الفيضانات. هو يمهم روح شوف بالباب مالتهم شكو.
وين النظافه؟ على قسم نحكي. انت روح شوف الباب مالتهم وتعرف ايش صاير. مرافق صحيه براس المنطقه. مرافق صحيه براس الشارع انطوا موافقه يبنيها، هاي سهله، بس احنا من نطلب شيء لا مو سهل، صعب. زين وبعد اكو هوايه. هسه المي، هسه اجيب لك جهاز تيدي اسقيس المي. النسبه مال التلوث مالته 450 وفوق. الله اكبر. ويطلعون وزاره الصحه وغيرهم وغيرهم يقولون المي صالح للشرب وشربوا. هذا مي الحنفيه؟ الحنفيه. اشترينا فلاتر وقلنا ما يخالف. رحت لابو الكهرباء، الكهرباء طاقه عندنا يومين والوايرات بالقاع. انا مسجل عده شكاوي. ورحت لهم مرتين. هذا اليوم الثاني بالليل رحت لهم. تدري شو يقول لي؟ قلت له انت تاخذ ضريبه من عندنا. لان انتم مو تقول لنا اخذها مستثمر، تاخذ ضريبه من عندنا وضاعفت علينا الاسعار. ومن اجي على الكهرباء ما يقول لي اذا ما يعجبك بطل من الوطنيه. اذا ما يعجبك بطل من الوطنيه. قلت له ليش انت شنو تجبرني ابطل من الوطنيه؟ انا جاي اضرب على حق. قال عندي سياره واحده. قلت له انت مجبور توفر سياره، توفر لي، انت تاخذ ضرائب عاليه. ليش كانت الحكومه هسه مو يحكون عليها؟ كانت خمس سيارات عندهم، الكل منطقه عندها على رافعه ورافعتين. هسه انت تقول لي سياره واحده، هاي مشكلتك انت. اليوم تجون تسووها لو اخابر على المفتش العام الا بالقوه بالتهديد يلا يجوي. زين هذا الاخ. والمجاري منتهيه، تبليط ماكو، خدمات صفر، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. احنا ناس فقرة بصراحه، فقرة. احنا ناس فقرة، هاي المشكلة. هي هاي مال فقرة يعني، هاي زينة المشكلة، هي فقرة زينة يعني. تقول له يابا تعال اني ليش ما تجيني على الكهرباء؟ يقول لي مو 704 و 706 عندهم عطلات. 704 و 6 مسجلين ببرايا بيومين واني قبلهم بيوم. يقول اكمل كل ذيك يلا اجي على الواحد، وانت ما تعلمني شغلي. قلت له لا اعلمك اخي. ليش يحكي؟ ليش اليوم ابو الخدمات يحكي ويا الناس بفضل عليهم؟ ليش يحكي؟ هو غير، هو العامل، غير موظف، غير موظف يخدمني. لا ما يعتبر نفسه موظف، هو يملك الكل شيء، يملك بعد. انتهت اخي، احنا ناس فقره وتعبانين. طفل خطايا وقع، دير بالك من يمشون. خط عبره ذاك، خطايا عبره اللي جاي صورهم عبره. هاي هاي تاليتها انجازاتهم. هاي نتائج هذا الطفل اللي وقع. انت حج ولو قاعد تشتغل، انا اسف ما اريد ازعجك، بس هسه انت صار لك ايش قد على هالوضع هذا؟ هاي كل مطره هيك تصير استاذي. جاي ابعوش فيها بلكه الله تنفتح. هلا قال هاي العالم، هاي انت شفت الحاله قدامك، هذا هذاك الطفل قدامك وقع وانا شلته، وذاك الطفل اللي وذاك ابوه، شنو الى متى هالوضعيه؟ الى متى؟ الى متى؟ خلي يقبل مسؤول من المسؤولين بالبرلمان، خلي يقبل زوجته عائلته يقعدون بهاي الوضعيه التعبانه، خلي يقعدون. يلا يوقع هنا بالسياره. من اللي يقبل عمي؟ من اللي يقبل؟ بس الفقير الى الله. احنا هاي المنطقه الها الله، غير هذا الشيء ما عندنا، غير هذا الشيء ما نقول. لو ابن مسؤول واقع بهالسيان غير، والله يحضر الحمزه ابو حسامين ما يجي يقعد هنا، انا اقول لك اياها والله. لو هاي الناس الفقره الها الله. الله يسامحك. زين لان تل محمد طيبين ومعروفين شنو هم بالكرم وبالطيبه. زين ما من المسؤول بها؟ زين هذا هذا المختار يركض ويرجع لي ورا كل نفاق. صدقني لو ابن المسؤول هذا وقع نفس وقعد هذا الطفل، والله العظيم يطلع مدير البلديه يكنس يكنس بيده. مو قدامك دق عليه استاذ، بس هسه مو قدامك دق عليه. مو ابن المسؤول هذا، ابن فقير اللي وقع الطفل خطيه. هذا ابنه يشتغل عماله، لو تلقاه ما يشتغل، يبيع صمون ابوه. هو هذا الطفل هسه اللي وقع عليه مثل ما تفضل المختار، هذا قاعد ايجار وابوه يبيع صمون هناك جو يم السينما مال البيضاء، يبيع صمونات. زين بس اكو الله هو اللي ينظر لهاي العالم الفقره. نعم بالله. اذا نحكي على الاضرار النفسيه اللي تسببها هاي الامطار، هواي ناس يتعاقبون. اذا نحكي عن الاضرار الجسديه اللي تسببها هاي الامطار، هواي ناس يتعاقبون. بس ويا من الناشئ دلمن نحكي، هاي نمشي على الحواف، نمشي هيك حاف حاف، نمشي على اطراف على مد نصور. طبعا بالبيوت، بالبيوت المي طب بطن البيوت، العالم كله طلع من بيوته. هاي هيك وضع العالم هنا، أنا قاعدين بالشارع وينتظرون الفرج من الناس المسؤوله. شو وقت تحس وتجي هنا تشوف وضع المواطنين بهاي المناطق شلون عايشين؟ هذا الواقع. وهذا شوفني المواطن، خلي يشوفون المسؤولين انجازات امانه بغداد في سنه 2019. نكمل مشوارنا من تل محمد.
وهاي إنجازاتكم يا أمانة بغداد يا بلدية الغدير، لكن نرجع لكم بعد الفاصل وقيانا. أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين، عدنا لكم وحلقتنا من تل محمد. أثناء تواجدنا بهذه المنطقة أحد المواطنين طلب منا أن ندخل البيت، السبب أنه الأمطار صار لها قرابة اليومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام تقريبا، لكن بيته لحد الآن غرقان، صار له أيام يمسح وينظف ويطلع مي. خلينا نشوف هالبيت هذا شنو اللي فيه. السلام عليكم. هاي شنو وضع بيتك؟ هاي شوف بعينك، هاي جاي شوف. هاي صار مي من ورا مال المجاري مال الأمطار؟ مجاري مجاري مال الشارع ترجع علي كلها. ترجع كلها؟ هاي يعني أذية يعني مو شو مكان. وهاي صار لك كم يوم؟ كم ثلاث أيام أربع أيام؟ هي هاي من الأمطار، هاي الأمطار هاي اللي نقطة لحد أنت تسمع. إي هاي نمسحها. هاي قدامك هسه شوف، هذا مي لو مو مي؟ نشف وملحق يا مسؤول يا هاي المعاناة صارها من السقوط. هاي المي المجاري يرجع علينا من الشارع ونفيض نتبهدل. هاي نظل نمسح الغراض قاعد تنظفون، يعني بينها مستمر تنظيفكم؟ هي هاي الغراض، هاي يعني احنا كل موسم نبدل الغراض تتلف ونذبها. بس شوف زي ما نصور، شوف الغراضهم كلها رافعينها، كلها تتلف ونذبها بالشارع ونجيب غيرها. لان ما حتى تخمكم خالي على طابوق. اي هاي عدين خالي على طابوق، يعني شو اسمه على مو شنو، يعني عدين من المي. من المي ليش؟ اي لا هاي هسه عدين يصعد لنا المي، يصعد هنا يصعد، ونظل هاي عايفين بيوتنا وطالعين. لما نحكي لما نوصل الصوره ما جاي نعرف. وهاي ابو البلديه يقول لك يعني ما ابو البلديه اجى مد الصنده بالمجاري وراح، وراح روحه. هاي ولا هاي تالية يحسون بيكم المسؤولين، يدري اكو بيوت تغرق، يعرفون احنا بسنة 2019 عندنا مجاري، ازمة مجاري. ولو يحس بينا ما كان سوى المجاري، حفر المجاري بصورة صحيحة سواها وسوى التبليط، ما صار هالمعمعة كلها. هاي هي صعبة المجاري لو سهلة عليهم؟ لا هم عليهم سهلة، لان هي منطقة هاي يعني صغيرة مو كبيرة، مثلا نقول على مو شنو واحدة يقدر يحفر يسوي مجاري صحيحة بوارة صحيحة، بعد ما صار الفيضانات ولا شو اسمه. الله يكون بعونك، وان شاء الله ان شاء الله تنحل هاي الازمه، بلكي عاد احد يسمع من عندهم. انا اشكرك والله حبيبي. بعد ماكو حل يعني ماكو. احنا هاي من يعني صار هسه احنا من سقوط النظام السابق لحد الان يعني صار بال 15 سنه احنا هاي المعاناه. قرت عينكم يا المسؤولين، احنا نطلع من هالبيت وحتى نشوفكم، جينا هنا ودخلنا لهالبيت حتى نشوفكم هذا الفشل اللي عايشين به. هذه المعاناة اللي مستمرة عند المواطن العراقي. نستمر بحلقتنا لهذا اليوم من تل محمد ونكمل بمشوارنا. شلونك حبيبي؟ حبيبي الله يسلمك. صحة الحمد لله. انت تدرس لو لا؟ اي ادرس. زين، هاي شلون تطلع الصبح تبدل؟ شنو شلون يعني؟ والله بهالطينة هاي. اي والله تشفص وتعرف بعد الوضع. هاي الحال يعني انا بعد صغير كل شيء ما شايفه بحياتي والله. يعني هاي الشوارع الله يرضاها تبليط ماكو، شوارع مكسرة، طين الشوارع. جد عمرك؟ 12 والله. 12، ايش شفت بهاي ال 12 سنة؟ والله كل شيء ما شفت، حياة زبالة العفو تكرم. وعندي شعر على الحكومة. يلا سوالف سبع. كل واحد بيومه يروح مكتوب، كل واحد بيومه يروح مكتوب، ولا بد الأجل يوصل لقطعًا. يم الله يم الله، المناصب ما تعني شيء، لا ريس ولا نائب محصن. الحصانة هناك إلها غير تفسير، تقوى الله ورسوله واي أحسن. أحسن أحسن من باكر تموت اشتاخذ وياك، أحسن من باكر تموت اشتاخذ وياك. ما تفيد الكراسي هناك قطعا، كل قطرة دم عراقي المات مظلوم، وحسرة كل يتيم بعيونه دمعة. هذا التاخذه من الدنيا وياك، وعود هناك يطلع كلهم نائب محصن. والله أحسن، طينا بوس يا بطل. فعلا هناك شو تحصل؟ هسه هنا أنت محصن بين هالفقرة. يما الله ماكو أي حصانة، ماكو أي حصانة تلقاها فوق حساب وكتاب، حساب وكتاب على كل ألم دا يصير هنا.
لكن ويامن ناشدوكم صغار وكبار، نساء ورجال، شيبة شباب، لكن ويامن نحكي بعد واختار هاي وضع اللي انتو بي، يعني المسؤول ما واصلت لمحمد، ما طاب لها وزير رئيس وزراء. استاذ احمد اعطيك شيء واحد، خلي منك هاي المنطقه ما طول ما بيها مسؤول كبير ما عاد وصلها. زين الناس عايشه على المسؤولين؟ اي والله مسؤولين وناس كبار شخصيات كبيره، ناس تجيها اروح انا اروح مواطن ما حد يجي ما حد يقدرهم. اي درجوهم وراحوا اهل الكهرباء تحاكيهم، احنا جيناكم بالطريق وصلناكم بالطريق ويومين ماكو، أربعة أيام هنا الوايرات واقعة، خاف عليها واقفين حراسة عليها، خاف واحد النتن. والله ثلاثة أيام أربعة أيام واقفين، واقعة واير، خاف واحد النتن. زين. أنتوا قاعد تحجون هذا الواير فوق المصور، دير بالك هذا واير كهرب. كهرب إي. هسه لزم أحد المواطنين هذا واير كهرب. كهرب بيرو. زين هسه هاي العقد هاي مال الوايرات شنو هاي؟ مال مولدة؟ هاي مولدة إي. زين ليش نص الأصولية مرتبة؟ والله شو ما يخلون تدري ايش مصير أصولية؟ لأن كل ما يخلون عمود الجهال وقعونه. لأن ثانية جت تكرم زي ما زبالة طخت وقعة. مال مجارس وقعة. يعني ما تعبوا على منطقة تعبوا، أنا أقول لك ما حد إلها وما حد يرى الأبان وما حد مهتم لها أصلاً. ما حد مهتم لها. أبد. زين مش عم تلعب محمد وجوههم راحوا. زين مدارسكم هنا شلون؟ مو زينة. يوم أنا أروح المدرسة. تعال إيش بيها؟ يوم أنا أروح المدرسة عشان أطب الخيسة. يعني ليه ناجان المويا يعني شلون؟ شلون ارجع جواري تبليت حذاء تبليت يعني ادس على الطبق ما اقدر ويا واحد ابو يفوت ابو السياره طش علينا ماي شنو هاي المدرسه يوم الساحه مع المدرسه مالتنا نروح صوره مليانه ماي هاي مدرسه حبيبي هاي بن زيدون بن زيدون بن زيدون ايه مليانه ماي ايه غرقانه بس فتحوا المجاري يعني شان غدان غرقانه وما يقبلون طببوني زين تالي امتحانات عندنا امتحانات يومي امتحانات انت من تدمر وتغرق لازم مجبور تروح اي مجبور عشان ارجع تروح بسيانك اي شلون ارجع البيش ما لحق بعد شو اقول عشان هو ما لحق خلي يشوفون هاي لا مدارس جيده ولا شوارع جيده ويطالبون الناس بدفع ضرائب ويطالبون الناس بنظام وقانون لكن هذا الواقع هذا الواقع تعال سولف لي انتوا هنا قدامه؟ اي قدامه هاي كل امطار هيك انتوا؟ اي كل مطر هيك والنرق تغرق بيوتنا تغرق؟ اي طبلنا البيت وش تسوون؟ هو نطلع الماي بدي انا اطلعه بس طالع ونطلعهن اللي يطلع الماي بيته يطلع ويعوف بيته ويروح هذا البيت اللي يكمل هنا اللي يغرق يغرق واللي طلع منها سالم طلع اي سالم يروح بغير بيت يشوف له ديره يروح بها يقعد ويعوب بيته فاير على البيت مالنا نفس الوضعيه شوفوا هم غرقان بيت هم غرقان وموجودات عند الصور مالت البارحه المطره هاي بيت مجاور لهذا البيت مجاور بيت الاخ هنا بيت يجر بيت هاي الواقع الحال في تل محمد الى الجهات المعنيه اللي تتحدث عن خدمات تتحدث عن سحب جميع مياه الامطار اعلام امانه بغداد يتحدث عن سحب مياه امطار بغداد كافة بغداد يقول لك انسحبت هاي لا شنو هذا فوتوشوب هذا ادري كذب هذا قاعدين هذا مال غير محافظه ترى احنا ببغداد بتل محمد هذه شو بس هاي هنا بيتك سوينا طريق اذا امكن خلي يسوي طريق احد المواطنين حتى نطب ها ندخل ان شاء الله هاي هنا كانت منا غرقان بين اي هاي كانت واسطه الايجار والحد الان اي والحد الان بعد ما ناس دام مستقره من البارحه واليوم هسه شوف الجو بالاضافه الخطار عندنا من السلام عليكم شلونك عمي بعد قاعد اشوف صارت حياك الله شلون الصحه الصوت عم اشوفه مرفوعه من جوه حجينا صرنا هيك نعيش على طابوقات وهيك نسوي هاي ظروفنا غير هاي مال العراق الكرامه هذا احنا هيك صار بيتالي احنا اهل الخير واهل شو اسمه وتاليتها هاي شوف ماينا ومجارينا وطين وكلها لويصه صايره حجها برقبه من؟ برقبه دول الحكام كان برقبه الحكام اي هم دول يحكمون الدوله هم لازم برقبتهم مو برقبته ورقبتك احنا شنا؟ شعدنا؟ احنا لقط ارباعهم يضربون مليارات بها
شنو حصل؟ اي احنا لقيت اربعه داحت والله صدق والله. حتى ناس اربعه ما لاقيها هم هاي هم يضربون مليارات بيها ومنتجين ما لهم شغله بالمواطن يا حمايتهم بالمواطن ما لهم علاقه به زين عنا بعين الله الله يرحمنا وداحتك وعلى كل باطل ان شاء الله يعثرون ونعم بالله ما دام ما يدارون المواطن وما مهتمين به يعثرون وداحتك ما يتوافقون الله يكون بعونكم دنيا شتاء وباردة لكن شايلين زواليهم من وراء هاي المطر كلها شايليها غسالة اي غسالة هاي شوف رافع على طابوقات من وراء خيسي هاي الغسالة ايش رافع على مود المي مو اي على مود المايات الامطار بس هاي انتو ماشي فيه هاي احنا منشفين اي احنا منشفين المجارس اذا تباوع عليها منها شوف شلون طايفه زين يا بعدها طايفه ترى يعني التواليت ما حد ما يستخدمه والاهل كلهم مطلعيهم الفراشات هذا كنا نشوفهم على الدرج مصفطه هاي الفراشات على الدرج خاليها اي والله قرت عينهم يا المسؤولين معلقيها بطابوقات من بسبب المجاري زين بس تعالجها تزلق هاي هيك عايشنا اي هاي عيشتنا احنا على هالوضع هذا مال المجاري وهاي منقعات مو منقعات اذني هاي منقع الدوشه هذا منقع اي ما عدا اللي فوق بالسطح مصعديهن هسه ما اعرف يعني هذول يعني والله ما اعرف هسه المسؤول اليوم ما يضوج اذا ينحكي عليه مره مرتين شهر شهرين سنه سنتين ترى سنين صار لكم يحكون عليكم هاي بالاضافه سنين المواطن يحكي عليكم ويقول لكم فشلتوا باداره الدوله فشلتوا باداره ابسط حق للمواطن وهي الخدمات اليوم شنو مواطن عراقي طالب بفتح مجاري مياه صرف صحي شنو مواطن طالب اليوم بكهرباء والله ما اعرف يعني اليوم اكو مسؤولين الله ما اعرف شي يذكرهم بالخير بالسوء بال 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 بالدمار كان يقول بالسنه الفلانيه راح نصدر كهرباء دول الخارج فعلا قمنا نصدر اموات الدول الخارج شهداء قمنا نصدر خلي يصور لنا هاي اهل المجاري اللي كنت تتصل اي هاي سالفت انت عليهم هاي ارقامهم مو هذا حكيت وياه اي هاي شوف كم مكالمه اربعه باثنين باثنين مكالمه يعني اذا تسمح لي المكالمات وهسه راح اجي وعشر دقائق وماكو ما حد يجي ما حد ما اجي هذا اللي كنا نسولف فيه هذا اللي كنا نسولف فيه انه فشلتوا باداره الملف خلي نطلع اذا امكن فشلتوا باداره الملف الخدمي دخلنا لبيوت الناس حتى نعطيكم عينه بسيطه من هذه الفشل الخدمي اللي عايشين به انتم ولهذه المعاناه تكمله ولهذه المعاناه حديث اخر في حال اليوم المسؤول اذا ما يستجيب يفترض على الجهات العليا بالدولة أن تكون لها القصاص العادل من هالناس اللي إذا تفشل بإدارة الملف الخدمي السلام عليكم شلونكم إخوان نقدر نسولف وياكم يلا خليكم على قاعدتكم الله يساعدهم شلونكم بالعافية أول مرة الله يعافيك رحم الله صرتوا على الحصيرة القاعدة بعد ما كنت أخوان بعد فايضين غير بعد فايضين هي إيه. إيه هاي اللي منشفيها وصارت مكان قاعده إيه طبعا لا هاي إيه الخطار جاي لنا وبعد ما نقدر شو نسوي معصورين والقدرنا عليه احنا هاي اللي نظفناها اللي قدرنا سوينا الخطار وهاي هاي يعني اليوم احنا نحكي بسنه 2019 اكو تطور هو التطور مالتنا فيضان وتعرض بعد الوضع والله هاي الحلول هاي اللي جابتها نتيجه الحكومه يعني الحكومه ذاتي تسوي شيء تقدر لا خشوف الفقير يا ولد حال الفقير ايه قال خطار هم اهلنا ومو غربه كلهم ناس وحبايب بس هسه والله من شغله هسه من واحد يجي خطار وين يخليه ما يعطينا هاي نعلقهم على الحياطين لا لا جاي البارحه انه ما بسطح وياه اي ذي البارحه بسطح هسه وين خطار خطارهم هنا ان شاء الله الله يساعدهم شلون اخويا مين جاي مين يا منطقه يا عبيدي من العبيدي نعم يلا العبيدي اكيد غرقان 100% اي اكيد اي مو؟ اي بس يعني مو مثل شغرقان يعني بيوت بس شوارع يعني اها اي شوارع اي بس شوارع يعني يعني هسه اليوم احنا نقول الفترات السابقه فتره نعيم عبعوب كانت بغداد تغرق لكن هسه الفتره شوي يقول لك تحسنت ليش تل محمد دائما قاعد تغرق؟ مجار التعباني تبليد التعبان ما سوى شيء يعني الحكومه ماكو تغيير ماكو تغيير ما ماكو تغيير يقولون اصلاح وتغيير وبناء دوله حكي
ماكو اي ماكو كل تغيير ماكو بس حكي حكي شو الطالب انت شنو مطلبك انت كمواطن يعني يسوون خدمات خدمات الناس تعبانه يعني شوارع مجاري احنا نسولف اليوم عن على غداكم هذا الناس اليوم المسؤولين يقدرون ياكلون يعني فد اكل بسيط هيك شيء هاي تمن مرقه مالتنا العراقيه البسيطه التشريب البسيط لو ما يقدرون الا بمطاعم درجه اولى تعالوا شوفوا الناس قاعده على حصيره واكل بسيط وناس فقرة من اهل الله ليش انتم بعيدين عنهم ليش انت اليوم ما تشعر بالم المواطن الفقير ترى كل ائمتنا وصحابة وخلفاء الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ترى كانوا هيك يعيشون هيك ياكلون ما كانوا يقعدون بمطاعم راقيه بدرجه اولى ولا كانوا فنادق بلبنان وغير لبنان لا كانوا هيك كانوا يوصلون المكان الفقير لكن انت اليوم وين واصلهم ترى ماكو هسه هواي مواطنين اذا اسال منو وزير الفلاني منو الفلان المسؤول منو فلان مدير ترى ما حد يعرفكم ما يعرفوكم لان ما واصلهم للعالم فلا حد يقتدي ولا حد يقول احنا من اتباع فلان امام وفلان خليفه وفلان نبي لان انتم اتباع الدولار بصراحه انتم اتباع المال وانتم من اتباع الدنيا فقط يلا نكمل مشوارنا ونكمل حديثنا ناس وانا اسف دخلت عليكم ها شو قاعد ها شو صارت خضورات كلش حشيش حشيش ها هذا حشيش هي صارت حشيش الدنيا يعني صار عندي فقر دم فلازم اكل حشيش حتى اعوض شو تعوض القهر ها شو تعوض قهر اي والله مقهور خالد مقهور مقهور البيوت انهجمت البيوت انهجمت وما حدا بحالنا اي والله ما حدا بحالنا اي والله ما ادري واحد يضحك ما ادري يبكي علي لا والله يبكي يعني انا هسه يهون علي لو ما اكو قاع محظوره اشقق هدومي الله يكرمك اي والله صعب مع الاسف مع الأسف على اللي وصلنا مع الأسف على اللي وصلنا لهاي المرحلة وعلى رأسهم الأميرة النائمة الأميرة النائمة هي خل تجي تشوف المنطقة هاي سموها الأميرة هي تقصد الأمينة هي الأمينة بس صارت الأميرة النائمة لأنه ما تعرف إيش يصير لا بس يطق صور هواي تفتر المرأة هاي بالفيس وهاي حركات فيس. هي يعني أنا دا أسوي الله يساعدكم هذا نداء الى السيده الامينه الاميره هي ايش يسموها سموها المهم هي المسؤوله على الخدمات هذا نداء الى امينه بغداد ذكرى على الوش تعالي تزوري تل محمد وشوفي معاناه اهلها شوفي معاناه ناسها لانه نادوكم هوايه فالنداء لابد ان يكون الى استجابه وكل نداء كل استجابه تدل على مسؤوليه المسؤول وتدل على نجاح المسؤول لكن عندما تتجاهل المواطن انت مو ذكي انت فشلت في ان يكون المسؤول او المواطن عفوا يكون عنده ثقه بك فعد ما تستجيب للمواطن انت الخسران هذا واقع حال اهل المنطقه وهذا واقع المدينه وهذا واقع المواطنين صور لي هذه الشوارع الغرقانه احنا اثناء تجوانا بهاي المنطقة شفنا شيء ملفت للنظر هذه نفايات النفايات وين؟ يم قسم نظافة بلدية الغدير قسم نظافة كامل عنده موظفين عنده عمال لكن هذا واقع النظافة انا خلي اشوف الحجي الحجينا الله يساعدك عمي من هو؟ حسن. اريد اشوف بس اسولف لي شنو هاي شنو النفايات؟ الزبالة كوم يومية زبالة دبو وهاي قدامكم هنا قدام إيه الحلاق قدام العالم وينهم المسؤولين وينهم مو ياكو بلدية يمكم يوم يجي شيدة أبو الزبالة الصبح إيه إيه وليش باقي لحد الآن ما على أبوها جديدة وهاي مو ياكو قسم نظافة مو المفروض المنطقة ما يفيد ما يفيد تهنا أنا شغلك على النظافة إيه شو أنا شغل النظافة ميت هو إيه. ليش شو السبب ماكو حجينا شلون العراق أريد نسألك عن بلدك ومو بلدك وبلدي ما جاوبه لا أسئلة عن بلدنا
مو اسئله عن بلدنا ما بيها شيء. السلام عليكم. اول شيء تحيه خاصه قناه يا قناه الفلوجه. الفلوجه يا اهلا وسهلا بكم، بس ها بحيث تكون توصلون صوتنا على العراق. ماكو شيء ينقطع، كله احمى على امك وابوك. هذول لو يستحون لو يستحون وعدتهم ذره واحده من الاحساس كان شافهم هاي النفايات، كان شافهم العاصمه بغداد شلون تغرق. هذا الحج وين المسكين؟ هذا الحج المسكين المسكين اللي ما لاقي قصه خبز. والله هذا المسطى مال بغداد جديده لا تروح له يوميا قد 25,000 دينار. فرصه سعيده حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. عجينا اول شيء معصب معصب هاي تكرم هاي الزباله هاي مضايقتنا حيل. صح. يعني هاي احنا بدنا ندفع فلوس مال النفايات، يعني كل محل ده ياخذ من عندنا مليون. صح. زين مال النفايات وهاي قبالنا، يعني ما يشوفوا لها صوره حل لهاي النفايات. ماكو احد يشوفوا لها صوره حل. زين والقسم البلديه هذا هنا هي انا ومقابل قسم البلديه هي ماكو صوره حل يشوفونها يشيلوها من انا. يعني هاي الفلوس وين قاعد تروح؟ هاي الفلوس بدنا نعطيها احنا وين قاعده تروح؟ كل محل مليون، كم مليون ياخذون؟ سنويا؟ كل محل مليون؟ السنة كل محل مليون؟ اي كل محل مليون. الله اكبر. زين وين تروح هاي الفلوس؟ بس سيدي افتهم. وانت شو تشتغلون حتى مليون؟ هاي مطلب للمزايده لما تدفع فلوس نفايات وزباله. مليون؟ اي مليون وهاي صبح المواطن بهاي النفايات؟ اي وقباله. الله يساعدك، الله يساعدك، الله يساعدك. السلام عليكم. الله يحفظك. قبل الزحمه انا اريد احكي يعني بالنسبه لوزاره التعليم العالي. انا صار لي دوم جامعه تكنولوجيا 6 سنوات، صار لي عقد 6 سنوات عقد، وكل وجبه تجي اسمك بيها واسمك بيها وماكو. صار لي 6 سنوات دوم عقد، وانا دوم طالب طبعا معهد تكنولوجيا بغداد مساي، اطلع من الدوام واروح ادوم. كل سنه يقولون تجي وجبه وتجي وجبه واسامينا ماكو، يعني احنا ليش احنا هيك ناشد اس الوزير التعليم العالي كل ما يتبدل وزير ما في. انا اشكرك. انا حسب علمي 1000 درجه وظيفيه لوزاره التعليم. بس 1000 قليله. 1000 صح قليله. طب انا صار لي 6 سنوات كل وجبه يقولون اسمك اول واحد واسمك اول واحد وماكو. اناشد الدكتور عادل عبد المهدي وزاره التعليم. اسمعوا حاجه، اناشد الدكتور عادل عبد المهدي بانه احنا نطالب التثبيت. احنا يعني شنو ذنبنا احنا؟ يعني احنا طلاب جامعيين ادوم طالب جامعه وارجع اشتغل، يعني شنو ذنبي اني؟ صار لي 6 سنوات. اسمعوا بلكي احد يلبي مشاكل الناس. الله يسالك. هلا باخوي الذهب. الله يسلمك. شنو وضعكم؟ والله وضعنا مو زين. تعال شوف هاي الزباله، يعني تعال شوف السوق هذا، يعني صوره للسوق. اريدك الصوره للسوق يعني. يلا تعال بس تعال وياي. تعال وياي رحمه على والدك. في السوق هذا تعال شوف الطين مالته، يعني في دول هلوش هذا طين، يعني هذا شارع هذا مال بغداد بعاصمه، هذا شارع مال عاصمه تقبل انت يعني. ها صار 30 سنه بهذا السوق، ما حد اجانا لا مسؤول يعني ولا اجانا واحد قال ولا هذول الامانه. هاي بصفنا الامانه. هذا الشارع هيك وضعه؟ هذا الشارع وضعه. وخلي صوره رحمه على امك، خلي صوره الشارع. هاي صار 25 سنه 30 سنه بهذا السوق، ما حد بلط لنا هذا الشارع. وهاي بلاط جديده، هاي العاصمه تقبلها هاي، وهاي الزباله قاعدين من الصبح لليل. يا بنعمي ما يصير يعني، خلي بلطوا لنا شوارع، خلي سووا لنا يعني منطقة شغلات. منطقة تعبانة، منطقة كلها فايضة، منطقة كلها المي فايض، قام يطب هذا علينا للبيوت. زين المي قام يطب علينا للبيوت. لا اكو تبليط، لا لا لا, لا اكو نظافة، لا اكو دنيا، كل شيء ماكو. هذا جيراني فايض المي جو عليه للهولاي. الله يغفر لهم. سلام. شلون طب المي عليكم جوا؟ اي والله طاقه المجاري. وين يا مكان؟ هنا ب 702. تل محمد جوا. تل محمد اي تل محمد. مساحه الطياره. مساحه الطياره. طابنا المي للبيت، دمرت الغراض مال البيت، غراض وجاء طلعتهم بالليل وصارت فيضانات كلش قويه. مخابر امانه بغداد ما حد يجي بيهم، كلهم كذابين وحياله. الشرف اللي بيهم تلقاك لا تشوف كذاب يدورون فلوس يلا يطلعون يفكون المجاري. كلياتهم يعني باع عليهم بس مال فلوس رشاوي تجي على منطقة خايسة. بلدية الغدير. زين بس انت عائلتك وانت وين؟ والله طالعين وديتهم بيت اهلي كلياتهم، ولا واحد بالبيت. وهسه جيت بكت الله اشوفهم هم موجودين، بكت ابو الصاروخيه ماكو كل احد. والسيد المدير قافل تليفونه ما يجاوب. هذا رقمه عندي، ادق عليه يقول لي دلل البارحه بالليل بالعشره بالليل يقول لي هسه راح تجيك سيارات ومنتظر الثنتين بالليل. ادق عليه وما يجاوب، لو يطلع لي سائق ماله لو يعني فذك ناس دجاله حياله. وهذا رقمه عندي، وهسه اذا تريد اخابره قدامك.
هسه دقينا مغلق، احنا دقينا مغلق. وهذا سوقنا، وهذا سوقنا، هذا نفس الشارع، هاي صار له سنين باع رخيصه وتجيب حجاك حج السامع، حتى نقول ابو جدع الله والله وكذا، لا حد جاي تبليط، لا حد جاي مسوي كل شيء. يوميا جايه قناته، مو بس انت، يوميه البغداديه كلها جايه. هسه جينا اليوم المسؤول ليش ما يستجيب برايك من على نداءات الناس؟ ما يجي، لا يجي، مو قاعد يسمعنا بالتلفزيون، لا يجي ولا يوصل. شوف انت على القنوات يوميه جايه، يوميه جاي واحد استاذ يدق، ما يجاوب استاذ، هذا يجاوب، اي هذا دق عليه ما يجاوب. هو هو حج عدنان مدير بالبلديه، يصير هذا حج عدنان مدير عام، هذا مدير عام، مو مدير عام البلديه، مدير قسم الظاهر، اعتقد مدير قسم، هذا ما يجاوب، معاون، اي ادق عليه ما يجاوب. ناس خير اعطوني رقم اتوصل بهم ولا عبالك، ذاك بيتي غرقان، تعال شوفه استاذ. هاي بالسنه ياخذون 700 من كل محل، 700 ومليون باوا استاذ. وهذا الشارع باع، شوفه ما حد يجينا ولا حد ولا حد يستقبلنا استاذ. هاي 700 باوا ياخذون من عندنا 700. زين ابن عمي هسه ياخذون منكم 700 ومليون على شنو؟ على نظافه؟ على نظافه، يقول لك على نظافه، اكو نظافه؟ هو انا اسالك اكو نظافه؟ ماكو. هسه تيش تعال اللي جاي، تعال اللي جاي تقدم. هسه ماي محلات وهاي محلات باوا، هاي رخيصه شنو؟ اي باوا. هسه انت تريد تفوت، انت هسه بيتكم هنا، انت بيتك هنا، مين تفوت؟ الا تفوت منا غير من محلاتنا، وهاي باحه منا واللي غاد. هاي بالشتاء وطين وصاخه، يعني ملينا ملينا يوميا. لا شتاكم شتاء، ما هسه قدام عينك انت باوا، باوا يعني يقبل قدام بيته هسه نقول احنا هيجي، ويوميا مزودين المحلات، ويوميا مليون 700 600 وين النظافه؟ ياخذون مال هذا، مال هذا يعني كل نظافه تنظيف، ياخذون مال نظافه، ياخذون مال، ياخذون كلهن. وهاي زباله باحه، وهاي زباله، وما حد يجي هنا ولا يسوي. يعني ترى هاي جرأه من عندهم، من ياخذ فلوس تنظيف وما منظف، هاي قباحه. يعني جيب انت اي يوم تقول لي واحد منظف، هذا هاي احنا بيناتنا، بيناتنا كرك عربانه ولا ميك تسوي؟ عربانه على 1000 2000 1000 1000 1000 1000 بيناتنا احنا. الله وكيلك، نطي من جيبك وتطي لهم مالات التنظيف، نطي مالات التنظيف، ونطي مالات الضريبه، ونطي وكل شيء مسوي لنا. هذا الشارع، هذا الشارع نفسه شارعه، هذا الشارع نفسه عمر، كلهم عمر. هذا الشارع صار له عمر، لا اليوم ولا البارحه، صار له عمر لا اليوم ولا البارحه. ماكو احد يتحاسب ينذب سجن من ورا هاي السالفه؟ ماكو، ما حد يستقبلنا، ما حد والله، ما حد، كل شيء يسوي. احمد هذا تدري السوق هذا كم عائله معيش؟ هذا المختار، هذا كم عائله يعني بالالاف والله العظيم. وتجي جمعه غير جمعه، المنطقه السياحيه الكبار، المهندسين، المحامين، الطيار، حتى الطيارين يجون هذا القران هنا يجون يسوون، حتى الممثلين يجون هنا، لاعبين كره قدم قدماء يجون هنا. احنا يعني هاي يشوفون، وحنوصل هذا النداء الى مكتب امينة بغداد ذكرى علوش، حنوصل لك نداء مباشر من هذه المنطقه. اريد اختم من وسط هذا الشارع المدمر رساله الى كل مسؤول، ما دخلنا منطقه بيها مسؤول وانا شفت هذا المنظر، هذا المنظر شفته فقط في مناطق الفقراء، ما شفت مسؤول قدام بيته اكو مجاري مسدوده، ما شفت مسؤول يشعر بمعاناه الناس، ما شفت مسؤول حالة من حال الفقراء. اليوم قاعدين في أبراج عاجية، والمواطن الفقير مسحوق بين الأمطار وبين فشلكم. في الختام أحييكم على أمل اللقاء بكم في أمان الله.